وفي محورنا الأخير مشاهدينا الكرام، غادرت الدفعة الخامسة من العوائل السورية النازحة في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة، وذلك بعد تسجيل أسمائهم لدى مكاتب افتتحتها إدارة المخيم بعد قرار الإدارة الذاتية الخاص بعودتهم إلى ديارهم. بعد خروج أربع دفعات من السوريين القاطنين بمخيم الهول في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، غادرت اليوم الدفعة الخامسة المخيم واتجهت إلى منازلها في ريف دير الزور، مع عودة الاستقرار النسبي لتلك المناطق بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي على يد قوات سوريا الديمقراطية ربيع عام 2019. وتألفت الدفعة الجديدة التي غادرت المخيم من قرابة 100 عائلة ضمت أكثر من 500 شخص. الخارجون من المخيم كانوا قد سجلوا أسماءهم لدى المكاتب التي افتتحت من قبل إدارة المخيم بعد قرار الإدارة الذاتية القاضي بإعادة الأسر السورية النازحة الراغبة بالخروج من المخيم الواقع شرق مدينة الحسكة. وبحسب مصادر داخل المخيم، فإن العوائل السورية النازحة تنقسم إلى قسمين، الأول يرغب بالعودة إلى مناطقه، فيما يرفض الثاني الخروج من المخيم خوفاً من الوضع الأمني لأن قراهم تقع تحت سيطرة القوات الحكومية. ويقطن المخيم بحسب آخر إحصائية لإدارته حوالي 17500 عائلة تضم قرابة 64000 شخص، فيما يبلغ عدد العوائل السورية داخل المخيم أكثر من 6500 عائلة وتضم حوالي 24000 فرد. لمتابعة هذا الملف ينضم إلينا من الشمال السوري شيخ موس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية. أهلا بك سيد شيخ موس. مرحبا بكم. أهلا بك. إذن دفعة جديدة من يخرجون من مخيم الهول سوريين نازحين في هذا المخيم، ضمن أي إطار أو آلية معينة يخرج هؤلاء؟ طبعا الآلية كالتالية، طبعا يعني نحن اليوم هي الرحلة 30 التي خرجت من مخيم الهول باتجاه كافة المناطق الإدارة الذاتية، لكن الدفعة أو الرحلة الخامسة بعد القرار الأخير الذي صدر من قبل الإدارة الذاتية ومبادرة من مجلس الولاية الديمقراطية، مقترح كان بأن يتم يعني إفراغ المخيم من السوريين الراغبين طبعا بالخروج، ف تم افتتاح المكتب. وسابقا كانت الآلية على الشكل التالي، كل شيخ عشيرة أو وجيه عشيرة كان يقدم أسماء إلى المجالس الموجودة في كل منطقة، وبموجبها طبعا ترفع على الأسماء إلى الإدارة الذاتية، لكن الآلية الجديدة تختلف، فالمكتب كل من يود الخروج بإمكانه أن يقوم بتسجيل اسمه وتقديم الثبوتيات، يعني ثبوتياته الشخصية، وبعد الدراسات يعني بأنهم سوريين وليست لديهم يعني أي صلة مع تنظيم داعش أو ارتكبوا يعني جرائم بحق المدنيين. فاليوم رحلة كانت من مخيم الهول إلى ريف دير الزور الشرقي، طبعا عدد الأفراد 515 شخص، عدد العوائل 120 عائلة. نعم. طيب سيد شيخ موس، تحدثت عن العائلات الراغبة بالخروج من المخيم، لكن في المقابل هل هناك من يرفض الخروج من المخيم والمغادرة، وما هي أسباب الرفض؟ طبعا هناك عدة أسباب يرفضون طبعا الخروج، يعني قسم منهم لا يودون الخروج كون بيوتهم تهدمت أو تدمرت نتيجة المعارك التي دارت في مناطقهم، إلى جانب طبعا القسم الآخر وهم من الداخل السوري طبعا في مناطق حكومة دمشق، هناك تخوف منهم بأن يعودوا إلى مناطقهم تقوم السلطات في دمشق باعتقالهم، ويعني الغالبية طبعا يود البقاء في المخيم ولا يود الخروج. طبعا نحن نتماشى حسب المقاييس والمعايير الدولية تابعة للأمم المتحدة، لا يجوز أن نضغط على أي شخص بأن يخرج، فقط الخروج طوعي. طيب تحدثت عن خروج اليوم أكثر من 500 شخص، يعني تقريبا 120 عائلة، هل هناك إحصائية كاملة لمن يود الخروج من المخيم وجعلها
ضمن جدول زمني للخروج؟ طبعا الجدول الزمني مفتوح، يعني المكتب مفتوح، طبعا كل منطقة على حدة، يعني الغالبية هم من ريف دير الزور الشرقي، كون تنظيم داعش يعني كان يعني يعمل بالمدنيين كدروع بشرية، لذلك الغالبية من تلك المنطقة. فالإحصائية طبعا لا نستطيع بأن نكهن بأن عدد الذين يودون الخروج، لكن الباب مفتوح والمدة أيضا مفتوحة، يعني لا حدود ل كم هو عدد العائلات السورية الموجودة في المخيم أستاذ شيخ موسى؟ طبعا عدد العائلات يعني فوق ال 8000 عائلة، طبعا بحدود ال 24 ل 25 ألف شخص، طبعا الغالبية هم من الداخل السوري، يعني مناطق الإدارة نحن ومنذ أكثر من عام ونصف أخرجنا بحدود 6000 شخص حتى الآن. أستاذ الشيخ موسى، يعني هذه الخطوة كما قالت الإدارة الذاتية تأتي نزولا عند رغبة شعبية وتنفيذا لطلب العشائر العربية في هذه المناطق، لكن في المقابل هناك من يتخوف أن تشكل هذه الأعداد الكبيرة من المغادرين للمخيم، البعض منهم كان منتسب لتنظيم داعش ولم تترطخ أيديهم بالدماء، هذه البؤر ألا يتخوف أن تشكل بؤر جديدة في وقت لاحق وربما تشكل خطرا على المنطقة؟ بل بالعكس، يعني نحن عندما أخرجنا الآلاف منهم حتى الآن لم تسجل أي خرق أمني من قبل الذين خرجوا، لكن بقاؤهم في المخيم وإطالة يعني بقاؤهم بالعكس قد ينعش فكر أو إيديولوجية داعش أكثر، فاندماجهم مع المجتمع الطبيعي وممارسة حياتهم الطبيعية بل بالعكس يعني احتمال يعني تزول تلك الأفكار التي زرعت بأدمغتهم. ف يعني تعاون المجتمع في كل منطقة مع هؤلاء بالعكس، يعني الإطار الذين طبعا زرعت في أدمغتهم بالعكس يتم تجاوزها بالتنسيق مع الأهالي في كل منطقة. أستاذ شيخ موسى، يعني الإدارة الذاتية رعت هؤلاء في المخيم، الآن غادروا هؤلاء المخيم، أهالي هؤلاء وعشائرهم، ما المطلوب منهم الآن خارج المخيم؟ ما الدور الذي يمكن أن يلعبوه؟ طبعا الدور يعني المسؤولية أيضا تقع على عاتق المجالس الموجودة في كل منطقة إلى جانب العشائر والعوائل الذين هم طبعا لهم رعاية في المخيم الهول، المسؤولية تقع على عاتقهم بعد خروجهم بأن يقوموا بمساعدتهم في يعني من ناحية التأهيل، خاصة الأطفال والنساء وحتى الشباب أو الرجال أيضا يجب أن يساعدوهم في يعني إيجاد عمل حتى يتمكنوا من العيش، فإن لازم أيضا مساعدتهم من قبل الإدارة أو المنظمات الموجودة في كل منطقة، أيضا الإدارة الذاتية ستتكفل بمساعدتهم من الناحية المعنوية والمادية وحتى الصحية. إفراغ هذه الأعداد الكبيرة أو الآلاف من المخيم الهول هل يخفف الضغط على المخيم؟ لأنه نعلم أنه يعاني يعني أزمة كبيرة في المواد الصحية والتدفئة والغذائية بسبب الأعداد الهائلة في المخيم دون أن تقدم أي منظمات أو المجتمع الدولي مساعدات لهذا المخيم. يعني تخفيف الضغط بشكل نسبي وليس كلي، كون العدد الكبير أو عدد الهائل موجود من العراقيين وأيضا عوائل تنظيم داعش أو حتى السوريين الذين لا يودون البقاء أيضا يشكل يعني عبء ثقيل على الإدارة الذاتية. فكما تفضلت يعني هناك تقاعس من قبل المنظمات الدولية في تقديم المساعدة للإدارة حول تأمين يعني المواد الأساسية إلى جانب الرعاية الصحية، فيعني المشكلة تكمن هي في الدور الأمم المتحدة وخاصة مفوضية اللاجئين ووكلاءها في المنطقة، تخفيف الضغط على الإدارة وأيضا مساعدة ليس فقط في مخيم الهول إنما في باقي المناطق والمخيمات الموجودة على طول الحدود الإدارة الذاتية. نعم. أستاذ شيخ موسى، يعني أخيرا في مرات دفعات سابقة خرجت هذه الأهالي خرجوا عفوا الأهالي إلى
مناطق الرقة الطبقة وغيرها من المناطق اليوم تتحدث عن خروجهم إلى مناطق دير الزور. كما نعلم كان واضحا في الآونة الأخيرة القوات الحكومة السورية والفصائل التابعة لإيران المتواجدة في ريف دير الزور كيف قامت بزرع الفتنة بين مكونات المنطقة من خلال إعلامهم إعلام الحكومة السورية. الآن مع هذا القرار والتنفيذ استجابة لوساطة العشائر، هل كبحت أو حدت هذه الإجراءات من زرع الفتنة في المنطقة؟ يعني القاطنين في المخيم الهول يدركون يعني وعانوا معاناة صعبة من قبل الميليشيات والحكومة السورية، لذلك يعني الأغلبية منهم لا يودون الخروج أو يودون الخروج والبقاء في مناطق الضفة الشمالية لنهر الفرات، ويعني السكن في مع المجتمع المضيف وهم طبعا من العشائر وأيضا أقرباء لهم. لذلك النظام والميليشيات دائما تعمل على زرع الفتنة والفرق بين العشائر وأيضا توجيه دائما توجيه الاتهامات نحو الإدارة الذاتية. فلذلك الأهالي الذين نزحوا نتيجة تلك الضغوطات يدركون معاناتهم وهم متعاونون، وكانت هناك طبعا إحصائية أو لقاءات مع بعض العوائل الذين يعني ادعوا بأن البقاء في الإدارة الذاتية يعني والبقاء هنا أفضل من الخروج والسكن في مناطق الميليشيات أو سلطات النظام الموجود في دمشق. نعم. في ختام محورنا أشكرك جزيل الشكر من الشمال السوري شيخ موسى أحمد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية. مشاهدينا الكرام الشكر لكم أيضا الكبير لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.